بسم الله الرحمن الرحيم. تمارين بسيطة لتقوية عضلات الرقبة مفيدة جدا لآلام أسفل الرقبة، الفقرات السابعة والسادسة. هاي يصير فيها التساق نتيجة كثرة الجلوس على الحاسبة، كثرة استخدام الموبايل عند خفض الرأس على الحاسبة، العمل على الحاسبة، هذا كله يؤدي إلى آلام في أسفل الرقبة، وممكن أن تؤدي إلى آلام في الظهر، آلام في العضلات الظهر، آلام جدا قوية. للتخلص من هذه الآلام استخدام هذه التمارين البسيطة، وهذه التمارين تستمر عليها كلما تستخدم الحاسبة على الأقل 5 مرات في اليوم أو بعد الصلاة، بعد ما تكمل الصلاة تسوي هذه التمارين. تمارين بسيطة، نبدأ بالتمرين الأول هو الالتفات إلى اليسار إلى اليمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هاي الجهة اليمنى، الجهة اليسرى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. انتهى هذا التمرين الأول. التمرين الثاني تدوير الرقبة، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا التدوير إلى هذه الجهة، التدوير الآن إلى هذه الجهة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث الضغط على الجبهة بقوة إلى أن تشعر بألم هنا في هذه العضلات، يعني تشعر بها العضلات بدأت تنشد، هاي العضلات هي اللي تحمل الثقل على الفقرات، تضغط هنا بقوة. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكرر هاي العملية 5 مرات، يعني نضغط هنا مرة ثانية ثلاثة ورابعة خمسة. التمرين الأخير وضع اليد هكذا والضغط بقوة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا تكرر هاي العملية 5 مرات. اللهم